نيتو. السلام عليكم، معكم عواد عبد الله مدور العواوده. اليوم هذا الصباح تفاجأت بواحد الكارثه كبيره. كانت عندي واحد 8 النعيجات خرجهم يسرحوا شويه قريب الدار على 800 متر. راه تفاجأت بواحد 100 ولا 80 كلب، هي تقريبا على حسب التقدير ديال واحد 80 كلب تعداو عليا، داو ليا 4 النعاج وحده في الغياب ديالها، 4 راهم قتلوهم واش راه كاين في التصاور. وانا لحد الان راه باقي مازال مصدوم من هذه الحاله، هذه مصدوم فيها بزاف. هذا المشكل هذا كنعانيو منه مرارا وتكرارا، كنعانيو من هذا المشكل هذا. راه اليوم تصدفت بهذه القضيه هذه ديال هذه الكلاب هذه. الله يجازيكم بخير، انا كنناشد السلطه المحليه والمجتمع المدني باش يديروا لنا حل هذه القضيه هذه. راني كنعاني، شكون اللي غادي شكون اللي غادي يعوضني انا في هذا النعاج ديالي انا دروك؟ شكون اللي يعيضني؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، هذا الشيء اللي كاين. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما اشار الاخ اللي هو ولد عمي العواد عبد الله، فعلا اليوم في هذا الصباح هجمت واحد المجموعه ديال الكلاب الضاله على هذا السيد، كان ساح البهيم ديالو قريب للدار من الدوار ديال ايت العوده. لولا الطف الله حتى هو راه كان غادي ياكلوه هرب. ولهذا كنطلبوا مجددا من السيد رئيس الجماعه ومن السلطه المحليه ومن السيد العامل انهم يتدخلوا في هذا المشكل، لان راه مشكل غادي كيتفاقم وغادي تكبر، وهذا الشيء راه كيشكل خطر على الوليدات كيمشيو مدغاسه، على كل شيء، على المرتفقين ديال السوق الاسبوعي، على المرتفقين ديال المركز، لان ازيد راه كنشوفوا يوميا حنا في المركز كنشوفوا يوميا زيد من كلاب كثار كيهجموا على الناس. ولهذا كنطلبوا، وهذه الكارثه هذه راه ما شاء الله اليوم 4 النعاج ديك السيمانه اللي فاتت راه شفتوا كما شفتوا في الفيديو السابق بانه شي تا هجموا عليه تقريبا تا واحد جوج نعاج ولا ثلاثه والمراه كانوا بياكلوها. ولهذا كنطلبوا مجددا من جميع المتدخلين، لا سلطه محليه ولا سلطه اقليميه ولا مجتمع مدني ولا مجلس جماعي، بانه يكتفوا الجهود ويحاولوا يقضوا على الظاهره ديال الكلاب لان اصبحت منتشره وكثيره. والسلام عليكم. تفاجئنا بواحد الكارثه ديال الكلاب اللي هما كتعدى اكثر من 60 كلب، هاجموا عليا تقريبا حوالي واحد 800 متر من الدار. المهم النتيجه في هذا الشيء كاملو هو ضيعوا عليا 4 النعاج، وحده باقيه في الغياب ما عرفنا واش ميته ولا حيه. والدليل على هاد النعاج اللي هما تصابوا بهاد المشكله ديال الكلاب راهو في التصوير الفوق. على اي حال هاد الكلاب هادو راه دائما كيعيشوا معنا في هاد المشكل هذا، وديما كنعانيو منهم وديما كنجريو عليهم. واليوم راه خلونا في هاد الكارثه، الله يحضر السلامه. راه حنا كنعانيو من هاد المشكل هذا كبير، وضيعوني انا في هاد 4 النعاج، وحده راه باقيه في الغياب ديالها ما عرفنا واش كاين ولا ما كايناش، والاخرى راه هي وحده ثاني راه هي عارجه مهرسه. ايوا حنا المهم كنناشدو السلطه المحليه والمجتمع والسلطه المحليه كنناشدوهم باش يتعاونوا معنا ويشوفوا معنا الحل لهاد المشاكل هادو. لنفرض انه كان شي دري صغير اش غيوقع ليه؟ انا لولا ما كنفريت ما هربتش كان غيوقع ليا مشكل معاهم. وعلى اي حال راهم تصابوا، النعاج راه تصابوا، شكون اللي غادي يعوضني انا في هذا الشيء كامل؟ الله سبحانه وتعالى. ولكن حنا كنناشدوا السلطه المحليه وبما فيها من الاعوان والسلطه كامله والجماعه والمجتمع المدني باش يشوفوا حل هذه القضيه هذه. راه حنا كنعانيو منها بزاف وبزاف، هذه راه خارج الفيلاج راه في الدوار. ايوا كنطلب الله سبحانه وتعالى باش يحل لنا هذا المشكل هذا وحيد علينا هذه الافه، هذه افه خطيره جدا. والسلام عليكم.